هذا ويبدأ وزير الخارجية سامح شكري اليوم جولة في عدد من عواصم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية الإسلامية الأخيرة، وذلك بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن وزراء الخارجية المشاركين سوف يلتقون مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة، وذلك بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بالإضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي. أهلا بك أستاذ هيثم. دكتور أحمد، كان من بين نتائج القمة العربية الإسلامية أن تشكل لجنة من وزراء الخارجية الحاضرين للقمة من أجل التواصل مع السياسيين المعنيين من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وغيرها من الدول من أجل وضع حلول أو إيقاف لنزيف الدماء المستمر في غزة. أهمية هذه اللجنة وكيف يمكن أن يكون شكل هذا العمل لها خلال الفترة القادمة؟ في الواقع أستاذ هيثم، أن مصر تعد صمام أمان للقضية الفلسطينية وأكبر داعم للشعب الفلسطيني، ولذلك تحركت مصر على كافة المستويات. من قبل كانت قمة القاهرة للسلام ورسائلها المهمة في الاتجاه السياسي والإنساني والأمني، وأيضا القمة العربية الإسلامية حيث تضمنت بيان القمة كلمة الرئيس السيسي، والتي وضع فيها خريطة طريق للتعامل مع هذه الأزمة من خلال المسارات الثلاثة: المسار الإنساني ودعم الشعب الفلسطيني وتخفيف المعاناة عنه وإدخال المساعدات الإنسانية. ومصر هي أكبر داعم وأكبر مقدم للمساعدات عبر معبر رفح، وأمس أطلقت أكبر قافلة من المساعدات الإنسانية ورغم التعنت الإسرائيلي وقصف المعبر ورغم هذا التواطؤ الدولي. على المسار السياسي أيضا كانت مصر لديها رؤية واضحة وشاملة بأن ما حدث من انفجار في 7 أكتوبر ما هو إلا عرض لمرض هذا المرض واستمرار الاحتلال وغياب أي أفق للتسوية السياسية. ولذلك فإن تحقيق حل هذا الصراع من جذوره يتطلب حل الدولتين، إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا المسار السياسي أيضا ارتبط به رفض مصر تصفيه القضيه الفلسطينيه من خلال الرفض القاطع لمخطط تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، وعلنت مصر خطوطها الحمراء ولائتها الحاسمه لا للتهجير الفلسطينيين لا للتوطينهم في سيناء لا لتصفيه القضيه الفلسطينيه. وهذه الرؤيه المصريه وخريطه الطريق المصريه التي قدمتها عبر قمه القاهره والقمه العربيه الاسلاميه شكلت حقيقه طريق مهم للتعامل ودعم الفلسطينيين. ولذلك انبثاق هذه اللجنه وتحركها اليوم التي تضم إلى جانب مصر عدد من الدول المشاركة العربية والإسلامية من السعودية وقطر وتركيا وإندونيسيا والجانب الفلسطيني تمثل أهمية كبيرة، لأنها تسعى لترجمة وتنفيذ مقررات وتوصيات القمة العربية الإسلامية على المسارات الثلاثة: المسار الإنساني والمسار السياسي والمسار الأمني، من خلال التواصل والضغط على القوى الكبرى المؤثرة في النظام الدولي، خاصة الدول صاحبة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وتحديدا الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي الفرنسي والبريطاني الذي كان لديه مواقف داعمة للجانب الإسرائيلي وكانت مواقف متراخية إزاء الجانب الفلسطيني. وبالتالي تسبب هذا الموقف في تعثر كل جهود المساعدات الإنسانية في جهود وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية. وبالتالي هذه اللجنة مهمة جدا، تواصل بشكل أن هناك رسالة عربية إسلامية بأن هناك أكثر من ما يقارب 60 دولة من الدول. وهنا فعلا السؤال يا دكتور أحمد، فكرة لجنة مشتركة معبرة عن الجمع العربي الإسلامي الأخير، نتحدث عن 60 دولة عربية إسلامية لهم لجنة مشتركة ممثلة في وزراء خارجية يتحدثون بصوت واحد للمعنيين السياسيين المسؤولين بشكل أو بآخر عما يحدث الآن في قطاع غزة بما لم يخرج من مجلس الأمن بأي نتائج إيجابية قد تؤثر على إيقاف هذا السيل من الدماء المستمر،
هذه الفكرة وجمع عربي إسلامي في لجنة مشتركة قدر تأثيره خلال الفترة القادمة؟ هو بالطبع أستاذ هيثم سيكون له تأثير كبير. لماذا؟ أولا لأن ده بيؤكد أن هناك إجماع عربي إسلامي ما يقارب 60 دولة، ثلث دول العالم، لديها رسالة واضحة بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم وأن هناك دعما كبيرا للجانب الفلسطيني، وهذا التيار وهذا الجبهة العربية الإسلامية شكلت عامل توازن مهم في العلاقات الدولية في إطار موازنة التيار المتعاطف مع الجانب الإسرائيلي والذي أعطاها الضوء الأخضر في استمرار هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، بل نجح في عن تغيير التوجهات الدولية الأوروبية والأمريكية. وبالتالي رسالة مهمة بأن أن هذا الموقف الغربي والمعايير المزدوجة ليس فقط تمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتفقد مصداقية هذه الدول على المستوى العالمي فيما يتعلق بشعارات أو مفاهيم حقوق الإنسان والقانون الإنساني، ولكن أيضا أنها تضر بالمصالح الاستراتيجية لهذه الدول خاصة أمريكا والدول الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط، وأن الرسالة واضحة أن هناك مصلحة مشتركة في إنهاء هذا الصراع من جذوره، في وقف هذا العنف الدموي ضد الفلسطينيين، وقف هذه الجرائم، وضرورة العمل على حل الدولتين، لأن هذا سيحقق الاستقرار، سيزيل أسباب الصراع. وبالتالي هذه اللجنة تمثل أهمية كبيرة لأنها بثقل عربي وإسلامي، أنها أيضا تتواصل بشكل مباشر، وأعتقد أن ارتدادات أو انعكاسات هذا المخرجات العربية للقمة وقبلها قمة قرار السلام بدأت تظهر في تغير لغة الخطاب السياسي الغربي، في تغير في الحديث الآن عن أهمية حل الدولتين، عن وقف المساعدات، عن هدن إنسانية. الآن هناك تعاطف كبير جدا مع الجانب الفلسطيني ومع المدنيين الفلسطينيين، وبالتالي بدأت إسرائيل دولة منبوزة معزولة، أيضا معها بعض الدول القليلة مثل أمريكا وبعض الدول الأوروبية، ولكن هذه الجولة تمثل حقيقة أهمية كبيرة، هي تؤكد تأثيرها على المستويات الثلاث، ليس فقط الجانب الإنساني، أيضا الجانب السياسي والجانب الأمني والتحذير من مخاطر توسع هذا الصراع، وهي تعكس حقيقة هذا الخريطة الطريقة التي قدمتها مصر منذ بداية الأحداث، وتمثل أهمية كبيرة وتؤكد دائما على أن الجانب المصري هو صمام الأمام الداعم للفلسطينيين. نعم، ونحن نتحدث عن الجانب المصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل الاتصالات المستمرة مع القادة والزعماء في مختلف دول العالم، كان آخر هذه الاتصالات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي أكد فيه أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة إنفاذ المساعدات وحل القضية بشكل عام، وهو ما يؤكده في الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى للأزمة، حينما تحدث أن الحل والخريطة تبدأ من وقف إطلاق النار وصولا إلى حل الدولتين، الحديث عما هو قادم مع استبعاد فكرة التهجير، مع استبعاد فكرة توطين الفلسطينيين في بلاد غير بلادهم. هذه الفكرة والتأكيد على الثوابت المصرية في كل المحافل الدولية والإقليمية يا دكتور أحمد منذ اللحظة الأولى، حدثنا عنها وعن آثارها الآن التي قد تكون عطلت الكثير من المخططات في الحقيقة التي كان ينتوي البعض أن ينفذها. بالطبع أستاذ هيثم، يعني مصر هي أولا هي هذه الزيارات من رئيس الوزراء الأوروبية ومن المسؤولين والمستشار الألماني والرئيس الفرنسي وكل هذه الاتصالات والتحركات بتعكس محورية الدور المصري في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالتعامل مع القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو محل تقدير حقيقة كما أشارت رئيس الوزراء الأوروبية فوندر لاين، وقالت أن مصر تمثل دورا مهما في وقف العنف وتحقيق الاستقرار. الأمر الثاني حقيقة أن مصر بثقلها السياسي والاقتصادي والأمن تمثل صمام الأمان للفلسطينيين على كافة المستويات، ومصر حقيقة أولا على المستوى الإنساني مصر من أقبل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية للجانب الفلسطيني. حدث رأينا التلاحم والملحمة الجماهيرية مع الدولة المصرية، ورأينا وزارة حياة كريمة والتحالف الوطني وغيرها من المؤسسات التي تعكس أبد الشعب المصري لدعم أشقائه الفلسطينيين. دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا على كل هذه الآراء والمعلومات.